السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة تانية عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد من دروس الصف الثاني، درس بيتكلم عن ضمائر المتكلم. يبقى درسنا النهاردة بيتكلم عن ايه؟ عن ضمائر المتكلم. تعالوا كده مع بعض نشوف درس النهاردة هيتكلم عن ايه. قبل اي حاجة تعالوا نشوف ضمائر المتكلم. ضمائر ديت اللي هي الضمير، والضمير ديت بتيجي مع بديل الاسم، يعني ممكن اشيل الاسم وحط مكانه ضمير. طب بيجي مع ايه؟ بيجي مع العاقل، يبقى الضمير بيجي مع العاقل. ضمائر المتكلم، انا مادام قلت متكلم يبقى مين اللي هيتكلم؟ انا هتكلم او نحن نتكلم، احنا هنتكلم. يبقى انا عندي ضمائر المتكلم حاجتين، انا ونحن. انا بتيجي مع ايه ونحن بتيجي مع ايه؟ انا ضمير متكلم للمفرد المذكر والمؤنث للعاقل، يبقى مفرد ومذكر عاقل. طب نحن ضمير متكلم لجمع المذكر والمؤنث للعاقل. يبقى انا عندي ضمائر المتكلم حاجتين، انا ونحن. انا للمفرد ونحن للجمع، انا للمفرد ونحن للجمع. طب المفرد قلنا عاقل ولا غير عاقل؟ قلنا عاقل، ونحن للجمع العاقل. طب تعالوا كده نشوف المثال اللي معانا، صورة ولد هنقول عليها ضمائر المتكلم. هقول عليه ايه؟ انا العب بالكرة، انا العب بالكرة. يبقى انا كلمة العب هنا، كلمة العب ديت مفرد، مفرد ايه؟ مفرد مذكر عاقل. يبقى انا عشان كده اخدت لها كلمة ايه؟ كلمة انا. يبقى انا عندي انا العب بالكرة، انا العب بالكرة ديت انا هنا ضمير متكلم. طب نيجي نشوف نحن، نحن هنا احنا عايزين حاجة جمع، هيجي لنا ايه؟ صورة اطفال هنقول عليها ايه؟ هنقول نحن ندرس، نحن ندرس. يبقى انا العب ونحن ندرس. تعالوا نشوف الامثلة دي مع بعض. ضع ضمير متكلم مناسب مكان النقط انا ونحن. رقم واحد، نقرأ الدرس، نقرأ الدرس. نقرأ هنا جاية ايه؟ مفرد ولا جمع؟ جمع، مادام جمع يبقى انا هاخد لها نحن. مثال رقم اتنين، تلميذة مجتهدة، تلميذة مجتهدة. تلميذة مفرد ولا جمع؟ مفرد، المفرد هياخد ايه؟ انا تلميذة مجتهدة. طيب المثال اللي بعده بيقول العب بالكرة، العب بالكرة. العب هنا مفرد ولا جمع؟ انا قلت انا للمفرد ونحن للجمع، انا للمفرد ونحن للجمع. كلمة انا هنا مفرد، يبقى انا هاخد لها ايه؟ هاخد لها كلمة انا. المثال اللي بعده، مهندسون بارعون، مهندسون مفرد ولا جمع؟ جمع، مادام جمع هاخد لها ايه؟ هاخد لها نحن. طيب نشوف كده هنا معانا الواجب الصغير بتاعنا دوت اللي ممكن تحلوه في البيت مع بعض. هنقول نكتب الواجب، نكتب مفرد ولا جمع؟ جمع، يبقى بدام جمع هاخد له ايه؟ نحن. رقم اتنين، طبيب، طبيب مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى بدام مفرد هاخد له ايه؟ هاخد له انا، يبقى انا طبيب، انا طبيب. رقم تلاتة، احب مصر، احب مفرد ولا جمع؟ مفرد، بدام مفرد هاخد له ايه؟ انا. بعد كده امهات رحيمات، امهات مفرد ولا جمع؟ امهات رحيمات، يبقى انا عندي هنا جمع، بدام جمع هاخد لها ايه؟ نحن، يبقى هتبقى نحن امهات رحيمات. يبقى انا عرفت ان انا للمفرد ونحن للجمع. تعالوا نشوف السؤال دوت، بيقول لنا اكتشف الفرق بين انا ونحن ثم اكمل. اول مثال بيقول انا استطيع الفوز، انا استطيع الفوز. طب تعالوا نشوف المقابل ليها، نحن، نحن نستطيع الفوز. تعالوا كده نركز معايا على الفعل اللي جايبه لنا بعد انا ونحن، انا استطيع. كلمه استطيع هنا بتبتدي بحرف ايه؟ الالف. يبقى كلمه انا بيجي الفعل معاها الف، انا استطيع، يبقى الف والف هياخدوا الاثنين اخوات هيبقوا مع بعض، نحن نستطيع. تعالوا نشوف الفعل بيبتدي بايه؟ بالنون،
يبقى النون هتاخد اختها، يبقى الاثنين نون مع بعض، نحن ونون، نحن ونون، انا الف، انا الف، يبقى الفعل، الفعل لو جالي فيه الف وانا مغمض عيني هاخد ايه؟ هاخد الضمير المتكلم انا. طب يا مس لو الفعل جه فيه حرف النون وانا مغمض عيني هياخد له نحن. شوف المثال اللي بعده، انا اثق في النجاح. هنا الفعل عندي بيبتدي بحرف ايه؟ الالف، يبقى هياخد ايه؟ انا، انا اثق في النجاح. طب تعالوا نشوف المثال الثاني، نحن نثق في الفوز. نحن نثق من النجاح، نحن نثق من النجاح. هنا الفعل بيبتدي بايه؟ بالنون، عشان كده اخد نحن. طب تعالوا نشوف المثال اللي بعده، هنا هنا جايب لي الفعل من غير ولا ألف ولا نون، فعايز عايزين نحط أنا، هنحط أنا هنا. تعالوا نفكر كده مع بعض ونروح حاطين إيه؟ نحطين ضمير المتكلم أنا. طب أنا لو حطيت أنا الفعل هيبتدي بالألف ولا النون؟ أنا قلت أنا بياخد إيه؟ بياخد حرف إيه؟ بياخد حرف الألف. أنا أحب المدرسة، أنا أحب المدرسة. طب تعالوا نحط هنا المثال، نحن نحط المثال ايه؟ نحن، هيبقى نحن نقط المدرسة. نحن انا قلت بتاخد الفعل ايه؟ بتاخد حرف النون، نحن نحب المدرسة. طب تعالوا نشوف كده السؤال اللي بعده، يقول لنا اكمل الجمل بفعل مناسب. اول جملة، انا افرح بالفوز. عايزين نخلي كلمة افرح دي نحطها مع نحن، هتلعب مرة مع انا وهتلعب مرة مع نحن. نحن هشيل الألف وحط مكانها إيه؟ نون، هتبقى نفرح، نحن نفرح بالفوز. طيب هنا عندي أنا نقط عملي، ما عنديش حاجة، هو هنا الفعل مش موجود. طب ينفع ألعب مع الفعل بتاع نحن؟ آه ينفع نلعب مع الفعل بتاع نحن. نحن نحب عملنا، نحن نحب عملنا، يبقى هنا هنشيل النون. طب لما تيجي تلعب مع أنا هتبقى إيه؟ أنا أحب عملي. طيب المثال اللي بعده، أنا أستطيع العمل بمهارة. كلمة أستطيع أنا هلعب مع النون، مع نحن، هتبقى إيه؟ نحن نستطيع العمل بمهارة، غيرت الألف وحطيت مكانه نون، يبقى أنا عرفت إن أنا للمفرد ونحن للجمع. أنا لما بتيجي مع الفعل بتاخد حرف الألف، نحن لما بتيجي مع الفعل بتاخد حرف النون، وضمير المتكلم بيجي مع العاقل. وشكراً.